على مواقع التواصل الكل أصدقاء أو هكذا يخيل لمستخدمي هذه المواقع، فالصداقة الافتراضية فرضت نفسها على واقعنا الاجتماعي وتعددت أشكالها وأهدافها بتعدد هذه المواقع. للإضاءة على إيجابيات وسلبيات الصداقة الافتراضية يهمنا أن نستضيف معنا المعالجة النفسية رانيا سليمان في فقرة استشارة. رانيا صباح النور. صباح الخير. اهلا وسهلا. يعني بدايه اصدقاء بالمئات لا بالالاف، يعني بتكون عند الكثير من الصفحات بالكيف. هل صح؟ هل معنى هيك انه نحن عندنا مزيد من الاصدقاء، مزيد من مشاعر الدعم بحياتنا وبعيدا بنكون عن العزله؟ مش بالضروره، لانه الموضوع ليس بالكثره. هلا طبعا نحن بعصر السوشيال ميديا بمكان ما، وهيدا بخلينا نكون أكثر إلحاحاً لنكون أكثر معروفين لدى الآخر. والإنسان فطر على طبيعة أنه يتعاطى مع الآخر بشكل تربية علاقات إيجابية وتفاعل أكثر وأكثر وأكثر، ولكن وصلت الأمور إلى حد الهوس لدى البعض، بحيث كلما زاد عدد الأفراد عنده بوسائل التواصل الاجتماعي وكلما زادت الحوارات والأحاديث، كلما زاد استهلاك الوقت وعدم وجود قيمة لهالوقت بمكان ما. مش معناتها أنه نحن ما المطلوب نكون عم نعمل هالصداقات، ولكن في حدود، وهذه الحدود أصبحت غير مربوطة لا بزمان ولا بمكان. يعني عم تنفي الخصوصية، لأنه بمكان ما نحن أصبحنا مفتوحين على العالم الآخر بدون حدود، وربطنا لهذا العالم قائم على شاشة وليس على التفاعل المباشر مع لغة جسد واضحة وصريحة مع الشخص الآخر الفرد. نعم. على أول مواقع التواصل يلي هو فيسبوك كان اسمهم فريندز أو أصدقاء، وبالبلاتفورمز الجديدة أو المنصات الجديدة صار اسمه متابعين. أليس في ذلك دلالة أنه نحن عم نتابع أخبار بعض ولكن لسنا فعليا أصدقاء؟ 100%، لأنه طبعا حتى استخدام الكلمة أصبح يبث الريبة بمكان ما. نعم. بقى شخص يتابعني، يعني شخص يدقق بما أفعل، شخص قد يتفاعل وأنا لا أريد تفاعله لهذا. نعم. الشخص يراقب. نحن بنعرف طبعا بالكلتشر العربية أو بالثقافة العربية ما معنى كلمة عم بتابعني، يعني عم بيقعد لي على الدقرة بمكان ما. نعم. بده يلحقني، بده يعرف التفاصيل. في ناس بتحب تكون عم تظهر للآخر هي شو عم تعمل بشكل مستمر، وفي ناس تريد نوع من الخصوصية ونوع من الحدود. كرمال هيك في خاصية الخصوصية أو يكون الحساب عام؟ أوكي، قد يكون هناك نوع من الخصوصية، بس أساساً ليه بدي أفتحه للحساب إذا بده يكون هالقد خاص وهالقد محدود وهالقد في، خليني أقول، الحدود يلي هي البوردر لاين بتعطيه مع الآخر. أنا بقدر حدد. نعم. هيدا الشيء أنا بقدر أقول قد بتفاعل أو ما بتفاعل، ولكن بمكان ما ما بدي أعتبر أنه هالقد إلى أثر سلبية، في إلى أثر إيجابية، لأنه أنفتح نحو مواضيع جديدة، أنفتح على أفاق جديدة. صحيح. أتعرف على حضارات من خلال هول ولكن الأشخاص. إذا كانت يعني مسخرة فقط في، يعني قرأت بهذا الموضوع من قبل أيام، كانت هناك مقالة تتحدث على أنه أخطر شيء يعني يخص الإنسان الآن هو وقت الفراغ، لأنه وقت الفراغ عم يقضي فقط على مواقع التواصل الاجتماعي من غير أي إفادة أنه بتفوت على عقله. ولكن خليني أقرأ لك هيك شوية من إجابات المشاهدين على سؤالنا لليوم. كانت عم صلاح الدين من الأردن بيقول: منها حقيقية ومنها مزيفة، شيء جميل أن يكون لديك أصدقاء من مختلف أنحاء العالم يجمعهم المحبة والاحترام. يعني صلاح الدين ذكر يمكن أهم نقطة بمواقع التواصل اللي هي أنه تجمع وبتتيح التواصل والاتصال بأشخاص من مختلف. نعم. الثقافات. أحمد من السودان يقول: بصراحة لدي أصدقاء افتراضيين كتار وما بعرفهم، يمكن خطأ أو مش خطأ. خليني أقول شغلة، الافتراضي هو غير موجود. يبقى في العالم الافتراضي. نعم. دخوله إلى العالم الواقعي يتطلب يمكن من أول جهد أكثر. جهد أكثر. في علاقات نشأت، خليني حتى روح للبوزيتيف، في علاقات نشأت بين الناس بالعالم الافتراضي وانتهت بزواج. تمام. وانتهت بتوافق. نعم. وانتهت بعلاقات تبادلية جيدة جدا وتفاعل رائع. بس مش معناتها كلها موجودة. والأكثر اضطرابا من الأشخاص هم الذين يميلون إلى الانطواء
والتعاطي مع العالم الافتراضي لأنه عالم بشكل حقيقي لأنه ليس العالم الحقيقي المثالي اللي هني بدهم إياه. على الأقل بيقدروا يتحكموا فيه. نعم، وهون أنا كنت حابة أسألك على الازدواجية اللي بتكون موجودة عند الكثير من الأصدقاء والصديقات اللي بنلاقيهم موجودين، يعني وكأنه نحن صفحاتنا منفصلة عن الواقع، لا تتحدث عن هذه المشاكل ربما أو يمكن أي أشياء بتعني لنا، وإنما فقط هي عبارة عن صورة جميلة في محل ما، ربما هي عن أكلة أكلناها طيبة، وكأنه حياتنا كلها هيك، وهي بتكون عبارة يمكن عن لحظة أخذ هذه الصورة تعمل يعني إلها أثار سلبية. طبعاً إلها أثار سلبية. نعم. لأنها ستار نخفي وراءه المشاعر. الموضوع موضوع سيكولوجي بحت، يعني بده حلقات لتتعمقي فيه، لأنه بمكان ما البحث نحو الكمال في عيون الآخر مربوط ومرهون بهالمسار التي هي النافذة، هيدي الشاشة هي النافذة نحو الآخر. نعم. نحن من أرجي الآخر جزء الذي نريد أن يراه. نعم. وليس الذي نحن عليه فعلا. نعم. مش بالضرورة كلمة صباح الخير مع ابتسامة مع لايك مع شكل من الإيموشنز هو هيدا الشيء بأرجي الآخر قديش أنا مبسوطة. نعم. ولكن هذا لا يكشف مدى قلقي ومدى حزني ومدى انطوائي لدى الآخر. هيدا الشيء بخليني أرجي البوزيتيف سايد بأنه أنا بعدني عم بعمل كوميونيكيشن، يعني بعدني عم بقوم بعملية اتصال وتواصل مع الآخر، ولكن ليس بالضرورة أبدا أنه يكون عن جد عم بأرجي فعلا أنا ما أشعر به، إلى جانب نقطة جدا جدا أساسية بعملية التفاعل مع الآخر. شرط أساسي بوضعية التفاعل مع الآخر أن أظهر لغة الجسد، تون الصوت، نغمة الصوت أساسية بالتفاعل مع الآخر. هل فعلا من يضع لي لايك أو يلي بقول لي عن جد أنه أنا مش معجبني يلي أنت لبستيه أو كلامك كان جدا واقعي، هل فعلا يظهر لي مشاعره الصادقة؟ من هون تنشأ الصدمات بين هول الأفراد لما بيلتقوا، أنه أنا ما كنت مفكريته لهذا الشخص هيك، أو ما كنت مفكريته هيك، أنه منين عم بتجيب هالكم من السلبية بالتعاطي معي وجها لوجه، لأنه على أرض الواقع التفاعل وجها لوجه ومختلف تماما عن التفاعل في العالم الافتراضي. إلا من رحم ربي. نعم. هدول بيكونوا استثناءات. استثناءات. وفي شخصيات واضحة قلبها هالقدي واضح ومحتواها هالقدي واضح، وبتقول بمكان ما أنه أنا 1 2 3 بتفاعل بهاي الطريقة. ولكن هذا لا يعكس، لأنه بدي دايما أتذكر أن العالم الافتراضي هو عالم واسع جدا. نعم. أتنقل فيه ما بين طبقة وطبقة ومدى ومدى ومن صفحة وبعد لصفحة. وبعد بالضبط. نعم. وبعد وبعد. أما العالم الواقعي هو عالم محدود، وهو الذي يصدم كثير من الناس لأنه محدود وعلي أن أتكيف معه. نعم. هذا اللي بيختلف. نكمل مع تعليقات أو أسئلة المشاهدين. جانا من فلسطين تقول أو تسأل، هل يمكن لصداقة افتراضية أن تصبح حقيقية؟ يعني تصور أجبت عن السؤال. نعم. تبدأ باتصال ومن ثم التواصل بيكون بأرض الواقع. انطلاقا من هون أود أن أسألك، بعض الأشخاص خاصة بالمجتمعات الصغيرة بيصير في مثل مجموعات على وسائل التواصل وبنظموا لقاءات للقاء، شو رأيك بهيدي الخطوة؟ هيدا شيء سمعت فيه كتير، وببعض المرات بيكون جدا ناجح، لأنه بيتعرفوا عن بعض بيتفاعلوا مع بعض. وهون بنشوف الإلحاح بأنه يلتقوا مع بعض لأنه رفضوا العالم اللي يضلهم بوضعية العالم الافتراضي، أي البقاء في العالم الافتراضي. فحبوا يلتقوا مع بعض وفعلا نجحت، في منهم انسحب وفي منهم بقي. تبعت هيدي النقطة ببعض المواضيع، لأنه أنا صار عندي خلينا نقول حشرية لأعرف ليه عم بيكونوا فعالين أكثر بالعالم الافتراضي من الواقع. بس لقيت أنه لا، فعلا لما عم يلتقوا عم بيكونوا عن جد فعالين أكثر وأكثر بوضعياتهم، وعم بيكونوا عم بيتواصلوا بشكل إيجابي دايما، وعم بيسألوا عن بعض وتركوا العالم الافتراضي وطلقاهم بس على العالم الافتراضي. وصار في خليني أقول الوسيلة المكتوبة بشكل أسرع أو الفويس. ويميل الناس لاستخدام الفويس لأنه بيعكس نغمة الصوت، ونغمة الصوت قد بتترك أثر على صعيد المشاعر وعلى صعيد فهمنا لما يريد أن ينقله للآخر. نعم. هيدي كمان نقطة جدا أساسية وبدي أرجع أكررها. نعم. كنت حابة أسألك عن بدك تسألي شيء؟ تفضل. كنت بدي أسألك عن عواقب اختيار الأصدقاء افتراضيا، شو عواقبها؟ العواقب
جدا سلبية إذا بدي أحسس سلبي قبل الإيجاب. عواقبها السلبية بتتفاوت ما بين الأعمار، يعني مع الأطفال بتختلف عن المراهقين، بتختلف عن الأعمار الأكبر. أول عقبة لإلها أنه أنا أضع في رأسي وفي مخيلتي صورة متخيلة غير واقعية للشخص اللي أنا بدي أكون، ونحاول إسقاطها على الواقع. يمكن خطورة أيضا يلي بيندرج ضمن موضوعنا هو أطفالنا يعني اللي عم بيكونوا أيضا صداقات ويميلوا لصداقات بيقدروا يلعبوا معهم. صحيح. بألعاب الانترنت والعالم الافتراضي. ممكن ينقلوا لهم المفاهيم. ممكن هذا يكون موضوع فقرة لاحقة. للأسف انتهى وقتنا. شكرا جزيلا. أنا نشكرك كثير المعالجة النفسية رانيا سليمان على هذه الفقرة المثمرة. شكرا. شكرا.